myself here. سبت النور تظل ترجية سبت النور من أغنى وأجمل الاحتفالات الليتورجية على مدار السنة لما تحتويه من رموز ومعاني. إنها العشية الفصحية التي تعبر حقا عن الفرح المسيحي الذي ينتاب المسيحي بقيامة المسيح المجيدة، وتشير هذه الليلة إلى مكانة هذا السر الفصح العظيم في الحياة المسيحية، من لترجية النور إلى لترجية الكلمة إلى لترجية العماد إلى الاحتفال بقيامة المسيح المجيدة. وفي هذا اليوم احتفالنا يسير على خمس مراحل. أولا لترجية النور بإضاءة الشمعة الفصحية، وتكون الكنيسة مظلمة دلالة على نور المسيح القائم من بين الأموات ناهضا من ظلمة القبر ليضيئنا. وهذه الشمعة الفصحية التي تشير إلى قيامة المسيح وإلى حضور المسيح النور فيما بيننا تبقى مشتعلة طيلة الزمن الفصحي لتذكرنا بحقيقة قيامة المسيح. ولذلك نستقبل الشمعة الفصحية بفرح وتهليل بالنشيد الفصحي الذي يرتل ليعلن قيامة السيد المسيح. طبعا المراحل الثانية نحكي عنها فيما بعد، اللي هي لترجية الكلمة ولترجية العماد والقداس والدورة الاحتفالية. The Great Vigil of Easter consists of four parts or five parts. The liturgy of light in Roman times, it was the custom to extinguish all fires and lamps when a member of the household had died. The kindling of a new fire indicated the period of mourning was ended. Following that custom, the great vigil begins on the steps at the entrance to the building. A new fire is kindled and blessed. Today, a large candle called the Paschal candle is prepared and blessed. This Paschal candle represents the resurrection life and light of the risen Christ. The Paschal candle is lit from the new fire. يا ريت في هذه الليلة تكون صلاتنا تعبير عن إيماننا بقيامة المسيح، وتكون صلاة حقيقية نابعة من إيماننا ونابعة من قلبنا، وليست فقط حضور خارجي تعودنا عليه. مشان هيك نحاول نساعد بعض حتى نصلي مع بعض، إن كان في حركتنا وفي صمتنا وفي صلاتنا، حتى نصلي وننتظر ونقوم مع المسيح في حياة جديدة.
Thank you.
النشيد الفصحي اللي بحب يتبع صفحة 4 من أجمل ما أنشد بالمناسبة. In the Missalet, Easter Proclamation, page 94. Page 94. لتبتهج لنا ملائكة السماء ليبتهج خدام الرب وليهتف بوق الخلاص فإن الملك العظيم قد انتصر لتبتهج الأرض بهذه الأنوار الساطية فإنما سادها حينا من الظلام قد بدده ما غمرها من ضياء ملك الدهور لتفرح الكنيسة أمنا ولتتهلل بهذا النور ولترتفع من هذا الهيكل هتافة الجموع الكثيرة الرب معكم قلوبنا إلى العلا لنشكر الرب إلهنا حق وعاد أن نسبح بعقولنا وقلوبنا وبأفواهنا لإلهنا غير المنظور الأب القادر على كل شيء ولابنه الوحيد يسوع المسيح ربنا فإنه قضى عنا لأبيه دين أبينا آدم ومحى بدمه الزكي أسباب هلاكنا القديمة لأن أعيادنا هذه لهي الأعياد الفصحية تلك الذي يذبح فيها الحمل الحقيقي الذي نتمع بدمه القدوس عبائد أبواب المؤمنين هذه هي تلك الليلة التي خرج فيها الآباء من مصر وعبروا جميعا على اليبس في البحر الأحمر هذه الليلة التي بدد عمود النار فيها ظلمات الخطايا هذه الليلة التي تحرر اليوم المؤمنين بالمسيح في المسكونات كلها من رذائل العالم ومن دجور الخطايا وترد إليهم النعمة وتعود بهم إلى شركات القديسين
هذه الليلة التي فيها حطم المسيح قيود الموت وانطلق ظافرا من الموت. يا لرائح نوك علينا، يا لمطلق محبتك لنا، يا من أسلمت ابنك الوحيد فداء عن العبيد. ألا يا معصية آدم، يا من لمحو كمات المسيح، يا من حملها من أجل ذلك كنت رائحة الوجود. أطوب لك أيتها الليلة، يا من اتصلت فيك الأرض بالسماء والتقى فيك الإله والبشر. فبحق هذه الليلة الخالدة تقبل أيها الآب القدوس ذبيحة تسبيحنا المسائية الحافلة لهب شمعة فصحية تقدمها لك الكنيسة المقدسة من نتائج النحلة. على أيدينا نحن خدامك، اجعلها اللهم وقد كرسناها لك لمجدك موصولة الاستعانة فتستمر في تمديد ظلمات الليل هذه. ألا فاقبلك راحة طيبة وأشرك في تسبيحتك مع النيرات العليا، وليتقد لهيبها كوكب الصبح طالع، ذلك الكوكب الذي لا يغيب ابنك المسيح الذي حينما قام من القوم وعاد من مقر الموتى أشرف على جنس البشر سرورا. هو الحي المالك معك إلى دهر الداهرين. Bye.
القراءة الأولى قراءة من سفر التكوين. في البادي خلق الله السماوات والأرض، وكانت الأرض خاوية خالية، وعلى وجه الغمر ظلام، وروح الله يرث على وجه المياه، وقال الله ليكن نور فكان نور، ورأى الله النور إنه حسن، وفصل الله بين النور والظلام، وسمى الله النور نهارا والظلام سماه ليلا، وكان مساء وكان صباح يوم واحد، وقال الله ليكن جلد في وسط المياه وليكن فاصلا بين مياه ومياه، فصنع الله الجلد وفصل بين المياه التي تحت الجلد والمياه التي فوق الجلد، فكان كذلك، وسمى الله الجلد سماء، وكان مساء وكان صباح يوم ثاني، وقال الله لتجتمع المياه التي تحت السماء إلى موضع واحد وليظهر اليبس، فكان كذلك، وسمى الله اليبس أرضاً، ومجتمع المياه سماه بحاراً، ورأى الله ذلك أنه حسن، وقال الله لتنبت الأرض نباتاً عشباً يبذر بذراً وشجراً مثمراً يخرج ثمراً بحسب صنفه بذره فيه على الأرض، فكان كذلك، فأخرجت الأرض نباتاً عشباً يبذر بذراً بحسب صنفه وشجراً يخرج ثمراً بذره فيه بحسب صنفه، ورأى الله ذلك إنه حسن، وكان مساء وكان صباح يوم ثالث، وقال الله لتكن نيرات في جلد السماء لتفصل بين النهار والليل وتكون لآيات وأوقات وأيام وسنين، وتكون نيرات في جلد السماء لتضيء على الأرض، فكان كذلك، فصنع الله النيرين العظيمين، النير الأكبر لحكم النهار والنير الأصغر لحكم الليل والكواكب، وجعلها الله في جلد السماء لتضيء على الأرض ولتحكم على النهار والليل وتفصل بين النور والظلام، ورأى الله ذلك إنه حسن، وكان مساء وكان صباح يوم رابع، وقال الله لتفضي المياه زحافات ذات أنفس حية وطيورا تطير فوق الأرض على وجه جلد السماء، فخلق الله الحيتان العظام وكل داب من كل ذي نفس حية فاضت به المياه بحسب أصنافه، وكل طائر ذي جناح بحسب أصنافه، ورأى الله ذلك إنه حسن، وباركها الله قائلا إنمي واكثري واملئ المياه في البحار وليكثر الطير على الأرض، وكان مساء وكان صباح يوم خامس، وقال الله لتخرج الأرض ذوات أنفس حية بحسب أصنافها، بهائم ودبابات ووحوش أرض بحسب أصنافها، فكان كذلك، فصنع الله وحوش الأرض بحسب أصنافها والبهائم بحسب أصنافها وكل دبابات الأرض بحسب أصنافها، ورأى الله ذلك إنه حسن، وقال الله لنصنع الإنسان على صورتنا كمثالنا وليتسلط على سمك البحر وطير السماء والبهائم وجميع الأرض وكل الدبابات الدابة على الأرض، فخلق الله الإنسان على صورته على صورة الله خلقه، ذكراً وأنثى خلقهم، وباركهم الله وقال لهم أنموا واكثروا واملأوا الأرض وأخضعوها وتسلطوا على سمك البحر وطير السماء وجميع الحيوان الدابي على الأرض، وقال الله
ها قد أعطيتكم كل عشب يبزر بزرا على وجه الأرض كلها وكل شجر فيه ثمر يبزر بزرا يكون لكم طعاما ولجميع وحش الأرض وجميع طير السماء وجميع ما يدب على الأرض مما فيه نفس حية جميع بقول العشب جعلتها مأكلا فكان كذلك ورأى الله جميع ما صنعه فإذا هو حسن جدا وكان مساء وكان صباح يوم سادس فأكملت السماوات والأرض وجميع جيشها وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل واستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل كلام الرب الردة من رحمة الرب امتلأت الأرض إن كلمة الرب مستقيمة وهو يصنع كل ما يصنعه بأمانة الرب يحب الصلاح والعدالة والأرض امتلأت من رحمته من بكلمة من الرب صنعت السماوات وبنفخة منه خلق كل ما فيها من قوات كما تجمع القربة الماء أنت تجمع مياه البحار طوبى لأمة كان لها الرب إلها ولشعب اختاره المولى ميراثا الرب من السماوات نظر رأى جميع بني البشر انتظرت المولى نفوسنا إنه عوننا وترسنا لتكن رحمتك يا رب علينا بقدر ما عليك اتكلنا Second reading, a reading from the book of Genesis. God put Abraham to the test. He called to him, Abraham. Here I am, he replied. Then God said, take your son Isaac, your only one, whom you love, and go to the land of Moriah. There you shall offer him up as a holocaust on a height that I will point out to you. Early the next morning, Abraham saddled his donkey, took with him his son Isaac, and two of his servants as well, and with the wood that he had cut for the holocaust, set out for the place of which God had told him. On the third day, Abraham got sight of the place from afar. Then he said to his servants, "Both of you stay here with the donkey, while the boy and I go on over yonder. We will worship and then come back to you." Thereupon, Abraham took the wood for the holocaust and laid it on his son Isaac's shoulders, while he himself carried the fire and the knife. As the two walked on together, Isaac spoke to his father Abraham. "Father," Isaac said. "Yes, son," he replied. Isaac continued, "Here are the fire and the wood, but where is the sheep for the holocaust?" "Son," Abraham answered, "God himself will provide the sheep for the holocaust." Then the two continued to go forward. When they came to the place of which God had told him, Abraham built an altar there and arranged the wood on it. Next, he tied up his son Isaac and put him on top of the wood on the altar. Then he reached out, took the knife to slaughter his son.
But the Lord's messenger called to him from heaven, "Abraham, Abraham." "Here I am," he answered. "Do not lay your hands on the boy," said the messenger. "Do not do the least thing to him. I know now how devoted you are to God, since you did not withhold from me your own beloved son." As Abraham looked about, he spied a ram caught by its horns in the thicket. So he went and took the ram and offered it up as a holocaust in place of his son. Abraham named the site Yahweh Yireh. Hence people now say, "On the mountain the Lord will see." Again, the Lord's messenger called to Abraham from heaven and said, "I swear by myself, declares the Lord, that because you acted as you did, in not withholding from me your beloved son, I will bless you abundantly and make your descendants as countless as the stars of the sky and the sands of the seashore. Your descendants shall take possession of the gates of their enemies, and in your descendants all the nations of the earth shall find blessing. All this because you obeyed my command." The word of the Lord. The responsorial psalm is, "You are my inheritance, O Lord." O Lord, my allotted portion and my cup. You it is who hold fast my lot. I set the Lord ever before me. With him at my right hand, I shall not be disturbed. Therefore, my heart is glad and my soul rejoices. My body too abides in confidence, because you will not abandon my soul to the netherworld, nor will you suffer your faithful one to undergo corruption. You will show me the path to life, fullness of joys in your presence, the delights at your right hand forever. قراءة من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل روما. القراءة الثالثة قراءة من سفر الخروج. في تلك الأيام قال الرب لموسى: "ما بالك تصرخ إلي؟ قل لبني إسرائيل ليرحلوا، وأنت ارفع عصاك ومد يدك على البحر فشقه، فيدخل بنو إسرائيل في وسطه إلى اليابس. وها أنا مقسي قلوب المصريين فيدخلون وراءهم، وأمجد بفرعون وجميع جنوده وبمراكبه وفرسانه، فيعلم المصريون أنني أنا الرب إذا مجدت بفرعون ومراكبه وفرسانه." فانتقل ملاك الله السائر أمام عسكر إسرائيل فصار وراءهم،
وانتقل عمود الغمام من أمامهم فوقف وراءهم ودخل بين عسكر فرعون وعسكر إسرائيل، فكان من هنا غماماً مظلماً وكان من هناك ينير الليل، فلم يقترب أحد إلى الفريقين من الآخر طول الليل. ومد موسى يده على البحر فأرسل الرب على البحر ريحاً شرقية شديدة طول الليل حتى جعل في البحر جفافاً، وقد انشق الماء ودخل بني إسرائيل في وسط البحر على اليابس، والماء لهم سوراً عن يمينهم وعن يسارهم، وتبعهم المصريون ودخلوا وراءهم جميع خيل فرعون ومراكبه وفرسانه إلى وسط البحر. وكان في هجير الصبح إن الرب أطلع على عسكر فرعون من عمود النار والغمام وأقلقهم، وخلع دواليب المراكب فساقوها بمشقة فقالوا نهرب. فقال الرب لموسى مد يدك على البحر فيرتد الماء على جيش فرعون وعلى مراكبهم وفرسانهم. فمد موسى يده على البحر فارتد البحر عند انبثاق الصبح إلى ما كان عليه، ورجال فرعون هاربون تلقاءه فغرقوا في وسط البحر، ورجعت المياه فغطت مراكب وفرسان جميع جيش فرعون الداخلين وراءهم في البحر، ولم يبقى منهم أحد. وسار بنو إسرائيل على اليابس في وسط البحر، والماء لهم سورا عن يمينهم وعن شمالهم، وشاهد إسرائيل القوة العظيمة التي صنعها الرب، فخاف الشعب وآمنوا بالرب وبموسى عبده. حينئذ سبح موسى وبنو إسرائيل هذه التسبحة للرب وقالوا لنسبح الرب إنه قد تعظم بالمجد، لنسبح الرب إنه قد تعظم بالمجد. الفرس وراكبها طرحهما في البحر. الرب عزي وتسبيحي، لقد كان لي خلاصا، هذا إلهي فإياه أمجد، إله أبي فإياه أعظم. لنسبح الرب إنه قد تعظم بالمجد. الرب كرجل محارب، الرب اسمه. مراكب فرعون وجنوده طرحها في البحر، ونخبة قواده غرقوا في بحر القلزم. لنسبح الرب إنه قد تعظم بالمجد. غطتهم اللجج فهبطوا في الأعماق كالحجارة. يمنك يا رب عزيزة القوة، الرب يملك إلى الدهر والأبد. Fourth readings on page 105. A reading from the book of the prophet Isaiah. Thus says the Lord, all you who are thirsty, come to the water. You who have no money, come, receive grain and eat. Come without paying and without cost. Drink wine and milk. Why spend your money for what is not bread, your wages for what fails to satisfy? Heed me, and you shall eat well. You shall delight in rich fare. Come to me heedfully. Listen, that you may have life. I will renew with you the everlasting covenant, the benefits assured to David.
as I made him a witness to the peoples, a leader and commander of nations, so shall you summon a nation you knew not, and nations that you knew not shall run to you. Because of the Lord, your God, the Holy One of Israel, who has glorified you. Seek the Lord while he may be found. Call him while he is near. Let the scoundrel forsake his way, and the wicked man his thoughts. Let him turn to the Lord for mercy, to our God, who is generous and forgiving. For my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, says the Lord. As high as the heavens are above the earth, so high are my ways above your ways, and my thoughts above your thoughts. For just as far from the heavens the rain and snow come down, and do not return there, till they have watered the earth, making it fertile and fruitful, given seed to the one who sows, and bread to the one who eats, so shall my word be that goes forth from my mouth. My word shall not return to me void, but shall do my will, achieving the end for which I sent it, the word of the Lord. Responsorial Psalm. You will draw water joyfully from the springs of salvation. You will draw water joyfully from the springs of salvation. God indeed is my Savior. I am confident and unafraid. My strength and my courage is the Lord, and he has been my Savior. With joy, you will draw water at the fountain of salvation. Give thanks to the Lord, acclaim his name. Among the nations, make known his deeds. Proclaim how exalted is his name. Sing praise to the Lord for his glorious achievement. Let this be known throughout all the earth. Shout with exultation, O city of Zion, for great in your midst is the Holy One of Israel. The resurrection of Jesus, the angels in heaven,
Spirit tuo in gloria Dei Patri. القديس بولس الرسول إلى أهل روما. أيها الإخوة، أو تجهلون أننا وقد اعتمدنا جميعا في يسوع المسيح؟ إنما اعتمدنا في موته فدفننا معه في موته بالمعمودية لنحيا حياة جديدة كما أقيم المسيح من بين الأموات لمجد الآب. فإذا اتحدنا به وصرنا على مثاله في الموت فكذلك سنكون على مثاله في القيامة أيضا، ولنعلم أن إنساننا القديم قد صلب معه ليزول هذا الشر الخاطئ، البشر الخاطئ، فلا تظل عبيدا للخطيئة، لأن الذي مات تحرر من الخطيئة. فإذا كنا قد متنا مع المسيح فإننا نؤمن بأننا سنحيا معه، ونعلم أن المسيح بعدما أقيم من بين الأموات لن يموت بعد ذلك، ولن يكون للموت عليه من سلطان، لأنه بموته قد مات عن الخطيئة مرة واحدة، وفي حياته يحيى الله. فكذلك احسبوا أنتم أنفسكم أمواتاً عن الخطيئة، أحياء لله في يسوع المسيح. كلام الرب. Thank you.
صالح فارفعوا إليه حمدا سبحوه لأن إلى الأبد رحمته. هيا لقل آل إسرائيل إن الأبد رحمته. يمنى الرب هي العليا، يمنى الرب صنعة للمآثر. لا لن أموت بل أحيا، وبفعال الرب إني سأخبر. الحجر الذي رذله البناؤون أصبح رأساً للزاوية، هذا الذي قد أتاه المولى، وإنه عجب لأبصارنا بجلة. فصل شريف من بشارة القديس متى الإنجيل البشير التلميذ الطاهر. ولما انقضى السبت وطلع فجر يوم الأحد، جاءت مريم المجدلية ومريم الأخرى تنظران القبر، فإذا زلزال شديد قد حدث، ذلك بأن ملاك الرب نزل من السماء وجاء إلى الحجر فدحرجه وجلس عليه، وكان منظره كالبرق وثوبه أبيض كالثلج، فارتعد الحرس خوفا منه وصاروا كالأموات. فقال ملاك الرب للمرأتين: لا تخفا أنتما، أنا أعلم أنكما تطلبان يسوع المصلوب، إنه ليس هاهنا فقد قام كما قال، تعال يا فانظر الموضع الذي كان قد وضع فيه، وأسرعا في الذهاب إلى تلاميذه وقولا لهم إنه قد قام من بين الأموات، وها هو ذا يتقدمكم إلى الجليل فهناك ترونه. ها إني قد بلغتكما، فتركتا القبر مسرعتين وهما في خوف وفرح عظيم، وبادرتا إلى التلاميذ تحملان البشرى. وإذا يسوع قد جاء للقائهما فقال لهما: السلام عليكما. فتقدمتا وأمسكتا قدميه ساجدتين له، فقال لهما يسوع: لا تخفا، اذهبا فقولا لإخوتي
أن يمضوا إلى الجليل فهناك يرونني كلا الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إخوتي الأحبة، أبتي الجليل، أنا وياكم بالنهار الثالث والأخير يلي فيه منعلن قيامة الرب يسوع من بين الأموات. بيخبروا عن خيين، من بعد ما مات بيهم اختلفوا بين بعضهم على الورثة، بيختلفوا الإخوة بين بعض، كل واحد منهم بياخد بيته، وكان في جسر بيلقط بين البيت الإخوة، بيهدوا الجسر بين بعضهم، بيحمل حاله خيه الصغير، وقبل ما يسافر بيعيط لشخص بعمر مع مرجي وبيقول له شقفة هالأرض هيدي كلها لإلك، بس على شرط انك بتعمر يلي بدك اياه، بس ممنوع انك تعمر الجسر بيني وبين خي. وبيحمل حاله وبيسافر. بهالوقت هيدا الخي الكبير بيصيبه فالج، وبيبقى بالبيت بس هالشخص المعمرجي. صحيح انه عمر شقفة الارض، ومن بعد ما عمر شقفة الأرض قرر أنه يعمر الجسر ويكسر القرار يلي كان متفق عليه هو والخي الصغير. بيعمر الجسر، ولما بيعمر الجسر الخي الكبير بيطلع بيشوف الجسر عم يتعمر، بيقول هيدا خيي عم بيعمر الجسر. ولما بيرجع الخي الصغير بيطلع بيلاقي الجسر معمر، بيقول هيدا خيي هو يلي عمر الجسر لأنه ندم على شي يلي عمله. وبيقرر الصغير أنه يروح لعند خيه، وبيقرر الخي يلي نص مفلوج أنه يقطع الطريق ويروح لعند خيه. وبيقربوا اتنيناتهم وبيتلاقوا على رأس الجسر، هيدا بيغفر لهيدا وبتتم المصالحة. وبيجي المعمرجي بيقول لهم هلأ أنا صار فيي فل. بيقولوا له لوين بدك تفل؟ ما أنت السبب يلي صلحتنا. قال لهم أنا صار لازم فل لأنه في صورة كتير بالحياة لازم تتعمر. هيدي هي قصتنا نحن والرب. قصتنا نحن والرب من بعد خطية آدم دخل الإنسان بالعبودية، عبودية الخطية يلي هدت هالجسر بيننا وبين الله. والإنسان يلي عايش العبودية، العبودية فيها 6 حروف، حرف العين كان عايش العذاب، حرف الباء كان عايش البؤس، حرف الواو كان عايش الوجع، حرف الدال كان عايش الدمع، حرف الياء
كان عايش اليأس، حرف التاء كان عايش التكبيل، كان إنسان مكبل لأنه ما كان عم يقدر أنه يوصل لالله. إنما الرب يلي ما تركنا بحالة الخطية وبحالة العبودية وعدنا بالمخلص، وإجوا الأنبياء، بلشنا نقرأ من آدم لإبراهيم لموسى، كل هالأنبياء هودي كانوا علامات عم بتدلنا على المخلص يلي هو الوحيد اللي قادر انه يرجع يبني الانسان من اول وجديد ويعمر الانسان من اول وجديد ويرجع يبني هالعلاقة وهالجسر بيننا وبين الخالق. مشان هيك ولا اي نبي من الانبياء في له قيمة لو لم يأتي يسوع المسيح. مشان هيك مربولوس بيقول متى جاء الكامل زال الناقص. لما اجى الكمال مع يسوع المسيح زال الناقص. كل الانبياء كانوا عم بيدلوا على يسوع المسيح. ابراهيم بيسمع صوت الرب بيقول له اترك بيتك، اترك عشيرتك، اترك اهلك وتعا للمحل يلي انا رح دلك عليه حتى تاسس عائلتك، وهالعيله رح بتكون قد رمل البحر. مربولوس بيخبرنا إنه المسيح لم يعد مساواته لله غنيمة، بل تواضع، ترك بيت بيه، ترك عشيرته، ترك أهله، لأنه هالقد أحبنا تجسد بيناتنا وأخذ طبيعتنا البشرية. إسحاق، إسحاق حمل الخشب على ظهره وطلع على طلع على الجبل حتى يتقدم ذبيحة، وهونيك بيسمع صوت الله إبراهيم عم بيقول له ما تمد إيدك على الولد، لأنه مش إسحاق هو المخلص. منشوف الصورة ذاتها بترجع بتصير مع يسوع المسيح. يسوع حامل خشبة الصليب على ظهره وطالع على الجبل حتى يكون هو ذبيحة الفصح. إسحاق صوت الرب قال له ما تمد إيدك على الولد، طلع شاف في كبش ذبحه وقدم الذبيحة للرب. إنما يسوع المسيح هو ذبيحة الفصح الجديد، هو الرب يلي جاي حتى يرجع يعمر هالجسر بيننا وبين الله، وما حدا بيقدر يعمره لو لم يكن الله. مشان هيك يا أحبة نحن اليوم لما عم نحتفل بقيامة يسوع المسيح من بين الأموات، نحن عم نرجع للكلمة اللي قالها مربولوس، لو لم يقم المسيح لكان إيماننا باطل. مش ممكن كان في إيمان لو لم يقم يسوع المسيح من بين الأموات. That's why, dear brothers and sisters, in this evening we're celebrating the resurrection of our Lord Jesus Christ. And now it's very important for us to understand what's the meaning of the resurrection. Why it's very important for us to celebrate the resurrection of our Lord Jesus. Who's Jesus? Jesus Christ, he fulfilled all the prophets of the Old Testament. He's the Son of God who carried the cross for us and for our salvation. And he died. And after his death, it was the resurrection to give us salvation. That's why when we're celebrating the resurrection, it's the resurrection of everybody among us.
When we celebrate the resurrection of the Lord Jesus, it's the resurrection of everybody among us. That's why the big problem that we're living in our life, that always when we're talking about Jesus, we forgot his name. When we have a birthday, we say, it's my son's Sharbel's birthday. It's my daughter's Layla's birthday. Always we put the name of the person's birthday. But when we are talking about Jesus Christ, always we don't say his name. We don't say the name of the Son of God. We say it's a Christmas. What's the meaning of Christmas? Now, for our greeting, we're going to say Happy Easter. Happy Easter, same to you. What's the meaning of Happy Easter? I went to Wikipedia and I tried to find a definition for Happy Easter. When we say Happy Easter, it talks about Jesus Christ. But Happy Easter, it doesn't have any meaning. It doesn't have any meaning. I'm not born in the United States. Maybe you know better than me. Who among you can explain to me what's the meaning of Happy Easter? What's the meaning of Happy Easter? The meaning of Happy Easter, it's called Pasqua in Italiano. Resurrection Sunday, a festival and holiday celebrating the resurrection of Jesus Christ. So it's the resurrection of Jesus Christ. There is a name, the name of Jesus. But always when we say when we have anything about Jesus Christ, we forget about his name. We don't say Jesus is risen. Truly he is risen. This is our Christian's greeting. So I hope when we finish our Mass, we're going to say in Arabic, Al-Masih qam, haqqan qam, wa nahnu shuhudun ala zalik. And in English, we're going to say, Jesus is risen, truly he is risen. Truly he is risen. So, sometimes we forgot about him. Like this man who invited his friends to celebrate the birthday of his son. And it was cold. His son is 1 year old. He was very happy and he took his son and put him close to the door. And it was very cold. Everybody comes with his clothes. And when they arrived to the house, they took off the clothes and they put it on the bed where the little child was sleeping. And when the feast finished, everybody took his clothes and they looked up, the baby is dead. And this is what we're doing with Jesus Christ. It's a holiday. It's a feast. It's everything. But it's not the feast of Jesus Christ. That's why, as I told you 2 days ago, don't be worried about the Christianity in the Middle East. Don't be worried about the Christianity in the world. Be worried about yourself. And when you change yourself, everything is gonna be changed. I would like to thank you, Abuna, for this invitation.
I would like to thank you all for your presence. Those days, it was an honor for me to be with you, to celebrate the feast of God, the resurrection, the death and the resurrection of our Lord Jesus Christ. After 2 days, I'm going back to Lebanon. I'm going to carry you in my prayer and ask you to pray for me, pray for Lebanon, pray for the Middle East. And I invite you to listen and to see our new channel of TV, Charity TV. Charity TV, it's a new channel, a Catholic new channel for the congregation of the Lebanese Maronite missionaries. It doesn't have any relation with Nursat. It's a new Christian TV, as we have in Lebanon, Radio Charity. Now we have Charity TV. You can watch it in the United States and you can enjoy it. Especially this new TV is for the youth. So I invite all the youth to see this TV. You're gonna enjoy it. And even when I'm saying youth, it means from 5 years old until 90 years old. This is the youth. So thank God about you. I'm very happy to be with you. I ask you to pray for me and I'm gonna pray for you. Amen.
Kyrie eleison. Christ eleison. Kyrie eleison. أيتها القديسة مريم والدة الإله أيها القديس ميخائيل يا ملائكة الله القديسين أيها القديس يوحنا المعمدان أيها القديس يوسف أيها القديسان بطرس وبولس أيها القديس اندراوس أيها القديس يعقوب أيها القديس يوحنا أيها القديسة مريم المجدالية أيها القديس استفانوس أيها القديسة غنيرتوس الإنطاكي أيها القديس جورجيوس أيها القديس لورنسيوس أيها القديس إيتان بربيتوا وفلشيتا أيها القديس أغنيسيا أيها القديس غرغوريوس أيها القديس أوسينوس أيها القديس أثناسيوس أيها القديس باسيليوس أيها القديس مارتينس أيها القديس نوكولا أيها القديس سابا أيها القديس مبارك أيها القديسان فرانسيس وعبد الأحد أيها القديس فرانسيس كاسباريوس أيها القديس يوحنا الدمشقي أيها القديس يوحنا بياني أيها القديس يوحنا بوسكو أيها القديس شاربل أيها القديسة كاترينا السيانية أيها القديسة تريزيا أيها القديسة رفقة يا
جميع قديسي الله وقديساته. كن رؤوفا من كل شر من كل قطيع من الموت الأبدي من أجل تجسد من أجل موتك وقيامتك من أجل حلول الروح القدوس نحن الخطأ أن تقدس بنعمتك هذا الينبوع لميلاد بنيك الجديد يا يسوع ابن الله الحي Thank you.
رأيت ماء Hola.
بسرك قيامة المسيح ربنا نستمد الغفران ونهتف مبارك من بصلبه عتقنا من الطغيان إله قدوس 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 متعظم رحمن متعظم تذكر أمه مريم سيدة الأكوان ومكرم تذكر يمي القديسين وشهيد للإيمان هللويا هللويا For the Holy Father, Pope Francis, that like St. Peter, he may continue to lead the Church in witnessing the joyful truth of the resurrection. Let us pray to the Lord. For the Universal Church and our parish, during the holiest of weeks, as we confess to the world, in the joyful truth of the resurrection, that Jesus Christ is the risen Lord. Let us pray to the Lord. For all who have dedicated their lives to God, that they may look for the things that are in heaven and be the risen Christ's witnesses in the world. Let us pray to the Lord. Family of God, gathered here in Easter joy, that we may proclaim the love of Christ in word and deed and bear witness to the risen Christ and reflect him in our lives. Let us pray to the Lord. For those who are sick, suffering, homeless, or struggling with any hardship, that they would find healing and comfort in the risen Christ, and for those who have died, that they may rise to eternal life in the risen Christ. Let us pray to the Lord. For our Easter celebration, that we would share the joy of Christ's resurrection with each other and everyone, let us pray to the Lord. Gracias.
القنديل الخبز نقدم لك يا رب هذا الخبز من ثمر الأرض ومن صنع يد الإنسان فاقبله يا رب وبارك الخمر نقدم لك يا رب هذا الخمر رمزا إلى دمك الذي سفكته من أجلنا على الصليب فاغسل خطايانا وطهر قلوبنا بنعمة قيامتك الماء نقدم لك يا رب هذا الماء رمزا إلى ناسوتنا وطبيعتنا البشرية التي صالحتها مع الله بموتك وقيامتك القنديل نقدم لك يا رب هذا القنديل رمزا إلى نورك الذي أضاء العالم ليلة قيامتك إذ قمت من ظلمة القبر إلى نور القيامة فأقمنا معك من ظلمة خطايانا إلى نور النعمة والحياة الجديدة معك الكتاب المقدس نقدم لك يا رب هذا الكتاب المقدس رمزا إلى كلمتك التي مصباحا لسبيلنا ونور لحياتنا إبريق العماد نقدم لك يا رب مياه المعمودية لتذكرنا بمواعيد المعمودية التي قطعناها على أنفسنا فنكفر في الشيطان وأعماله ونؤمن بك ربنا ربا لنا ومخلصنا الورد اقبل يا رب هذا الورد والذي منه تفوح صلاتنا وعائلاتنا لك الأرنب والبيض نقدم لك هذا البيض وهذا الأرنب رمزاً لفرحنا بعيد قيامتك فاجعل أيامنا وأيام العالم فرحاً وأعياداً بك ومعك إلى الأبد تقديماتنا نقدم لكم تقديماتنا ثمر أيدينا وعرق جبيننا فبارك أعمالنا وبارك بيوتنا وعائلاتنا ورعيتنا كبارنا وصغارنا شبابنا وشاباتنا واجعلنا أبناء القيامة المشيدة الآن بالرتل رددوا صوت الفرح صفحة 26 بس مريم البتول مريم البتول مش طويلة يعني. رددوا صوت الفرح وانبيدوا يا مرتا Mulatu, mulatu.
أقبل الله هذه الحمية لك لا جملت فيه وتمجيده ولا جفالنا للجنس المقدسة بأسفل اقبل يا رب ضرعات شعبك وهم يرفعون إليك أقربنا واجعل هذا السر المقدس فاتحة الاحتفالات الفصحية يعود علينا جميعا من خلاص الأبدي بالمسيح ربنا آمين. الذي أوصانا أن نقيم
بموتك ونعترف بقيامتك إلى أن تأتي يا رب. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، فلنفرح ونتهلل به. مسيح ربنا الذي به تجود على العالم بالخيرات كلها. Amen.
الإيمان، صلاة النبوة والأخوة، صلاة المسيح الرب. أبانا الذي في السماء ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض أعطنا خبزنا نفسك يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ علينا
وذا يسوع المسيح قام بين الأموات عن الله وذا الحان الضيعات وبالمدعوين إلى غنمة الرب يا رب. يا أيها الشعب السعيد، مرة بالإنجليزي ومرة بالعربي. Oh.
Thank you.
وثم زيارة معابد الكنيسة. لأخي أشخاص ما إجوا عن كنيسة الأنشطة المقدس، مرضى، كبار سن، ما قدروا يجوا عن الكنيسة، خبرونا عن أساميهم رجاء حتى أقوم بزيارتهم ومناولتهم. أنا بقدرش أجرى بالبيت أو بالكف إذا ما خبرتوني في ناس بعرفهم وفي ناس ما بعرفهم. فرجاء بس خبروا الأسماء حتى نقوم بالواجب ونزوره. نشكر كل من ساهم وشارك في هذا الأسبوع المقدس من خدمة كبيرة أو خدمة صغيرة. أود أن أشكر خاصة وجهة الكنيسة والخدمة، فريق النادي ميشيل الصايغ، حسان الصايغ، ويليام كرياف، سمال بدر، وائل سلام. معلش نذكرهم بالشكر. شكر خاص لحازم حماد. طبعاً معروف عن رعاية الجامعة في
خصوصا من رئيس الرصافة راح يزور لوس أنجلوس وراح يزور سان فرانسيسكو أولا ومن ثم سيزورها ورأيت أعلام معروفة أنها تكرم الضيف وتقوم بالواجب وإحنا ذلك نسير بالبيض وهذا اللي نحن عليه فيتم ذلك من خلال حضور محطة رئيس الأصابع اللي راح يزورنا خصوصا جاي عندنا خصوصا وأيضا من خلال إنه نشارك بالكتاب السنة هو رئيس أصحاب للقدس والأردن وإسرائيل Yeah.